ناوي تعمل ايه في راس السنه؟ السنه دي ناوي ان انا انزل البلد، انا من الصعيد اولا، ناوي ان انا انزل البلد واحتفل مع اسرتي، امتحن يعني زي اي طالب في جامعه مصريه يعني، اضيف الشغل وبالليل بقى نطلع انا وزمايلي كده ونرجع تاني على البيت عادي. لا انا في فتره فاينل بقى وكده، ف مذاكره، هنزل اقعد مع صحابي تحت كده ونعمل سيكريت سانتا وكده. وجه كلمه لحد اثر فيك السنه دي بشكل كبير. اكتر حد طبعا اثر فيا هي امي. انا بوجه كلمه طبعا لوالدي، اللي طبعا هو من غيره احنا ولا حاجه. هي ماما بالنسبه لي هي اكتر شخص مؤثر فيا كل سنه، وكل حاجه بتقولها لي هي اكتر حاجه بتديني دفعه لقدام. يعني ايه الحاجه اللي بتتمناها تتحقق في 2022؟ احقق لنفسي انا لذاتي حاجات مستقبليه قدام، ممكن الدوري كل الزمالك وافريقيا ان شاء الله. ان انا ابقى واثقه في نفسي اكتر، وابقى راضي عن كل حاجه بعملها في حياتي، واقدر اخد ستيب كويسه في حياتي الدراسيه والعمليه عموما. ايه الحاجه اللي طلعت بيها من 2021؟ وهل بتتمنى ان 2021 تبقى زي 2022 ولا لا؟ لا طبعا، اتمنى 2022 يكون مختلف عن 2021. والحاجه اللي طلعت بيها من 2021 هي كليتي، اتعلمت حاجات في مجالي في الصحافه وكده، دي اول حاجه. تاني حاجه اتمنى في 2022 ان احقق كل الاهداف اللي انا لسه هخطط لها اصلا، اللي انا شفت نفسي يعني عرفت قيمه نفسي مع ناس كتير، والحمد لله بقيت بنتظم في الكليه والشغل وباخد كورسات، وشايف ان انا طورت من نفسي كتير. صحاب جديد، اكتر سنه كان فيها اصحاب كويسين يعني في حياتي. الحمد لله كنت على المستوى العملي كان في نجاح الحمد لله، سواء في دراستي او في الشغل الخاص بيا، فحسيت ان انا حققت اهداف كتير كنت حاططها لنفسي بلان ماشي عليه، والحمد لله وصلت لدرجه كويسه فيها. يعني يا ريت تكون افضل، بس انا راضي يعني على 2021 كويس. لو حاجه حلوه هو ان انا اثبتت نفسي في مجال دراستي اعلام عن شمس. هي كل سنه فيها الحلو وفيها الوحش، بس اتمنى ان يحصل حاجات جديده، اكون كبرت وتعلمت حاجات تانية. لا ما تبقاش زي، لا اعتقد لو سالت اي حد حتى لو جبت ولد صغير هتقول لي، يقول لك اتمنى المستقبل يبقى افضل من اللي فات. ما اعتقدش ان حد يتمنى اللي فات، وان شاء الله ربنا يزيع عننا غمه كورونا، يعني ده الامنيه الاكبر في 22 ان شاء الله. لو جت زيها هتبسط، بس لو جت احسن هتبسط اكتر يعني.